محمود. محمود ايه؟ مين بطل حرب طروادة؟ بطل حرب طروادة من كم حرف دي؟ 12 حرف. فريد شوقي. ان شاء الله تنهرس. وانا متخصص يا ضلمه يا دهنه. الحرب عليكم. الحرب تتغطى. لا تتغطى يا محمود. لا تنزل. الحمد لله. الله يسلمك. الحمد لله. انت مين؟ خد يا محمود ازاي؟ ايدك وخدها. اهلا ازيك يا كمال. حس حس حس. ايه؟ يا سنه سوخه، هو في قطط هنا ولا ايه؟ ايه الخرابيش دي؟ خلاص مفيش ضبط نفسي بعد كده، يضربونا نضربهم على طول. اهدي شامم ريحة الوزة راحت. ده يا وحش زيك. اهدي من وانت مين في الطيران ده؟ لا ده زميل جديد، سيبك منه. تعالى تعالى. طيب طيب تعال يا حبيبي 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 يا حبيبي. الحكومة لغت من عندنا العمودية وجابت لنا نقطة. وازاي الست الوالدة؟ كويسة بتسلم عليه بس؟ يعني الست الوالدة ما بعتتش معاك حاجة كده ولا كده يعني؟ كده ولا كده ايه يعني؟ ايه؟ ايه؟ بعتت. ايه؟ ايه؟ بعتت لكم رسالة شفوية بتقول لكم شدوا حيلكم وتسطروا على العاد الاول. يعني هي صاحبة الوزة والفخامة العزة. ايوه ايه ايوه ايه؟ عزة وزة فخامة ايه؟ انت عارف الصعبة ده انت الوزة الوزة. ايه بقى مالكم مع دي خلقاتي؟ اهدى اهدى يا صابر اهدى. الله احنا قصدنا الوزة اللي بتبعتها لنا ام صابر في كل اجازة. اي ام صابر حاف. الست ام صابر. الست ام صابر. أمي جريت ورا وزة من الوزات عشان تذبحها لكم. الوزة عزت كده اهو. قالت ما ياكلونيش ابدا ولاد الايه دول الا لما يحاربوا. الوزة قالت كده؟ ايوه. وزة بتتكلم يا كداب. الوزة عندنا في الصعيد بيتكلم يا اخي. دي حاجة تانية بقى. يا عم انت تلاقيك وانت راجع من القطر رجعت كلتها. ابدا والله انا لما جعت جبت بطين وسميطة وجرجير وفج. ايوه ايوه فج وكوباية شاي. يا سلام رجعتهم بتلخبط. صابر انت ما درتش اعدام يعني اعدام. ايوه ايوه يا بي هو وقع على الارض. يا مجدي. ايه يا بي؟ الوزة يا بي. مجدي ايه؟ مجدي ايه يا ناس؟ بس اديني شرف رفع الوزة. ارجوك ارجوك. ميه بيضة الوزة وصاحب الوزة. بالراحة يا ناس. الوزة وصاحب الوزة. يا مجدي الوزة 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 الوزة. حرام عليكم يا ناس. الوزة بالراحة على الوزة. بالراحة على الوزة.